العلة في ثلاث ذهب غيرهم عند الدولار. لا طلعوا الورقة برك ما يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لبي على من لبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا بتاريخ يوم السبت 16 من شهر سبتمبر لسنة 2017، وقفة تضامنية مع إخواننا في بورما. إن القلب لا يتحسر لما يحدث لإخواننا في ولاية أراكان الواقعة في غرب بورما من إبادة جماعية للمسلمين على أيدي شردمة من بوذيين كفرة. فجر ظهروا على المسلمين فلم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة، وهذا هو دأب الكفار في كل زمان ومكان. فحدث ولا حرج من قتل وتشريد وتعذيب وإحراق، وحدث ولا حرج من انتهاك الحرمات وسلب الأموال، وحدث ولا حرج من مذابح لم يسلم منها الشيخ الكبير ولا الطفل الصغير ولا العجائز ولا النساء، وحدث ولا حرج من حصد الرقاب وقطع الأعناق. وإخواننا في بورما في ظلم وقهر واضطهاد، فهل من دافع للظلم والقهر؟ وهل من معين على الغلبة على عدوهم؟ إخواننا، وبعد هذا البيان وجوب نصرة إخواننا في بورما يأتي كمواطنين بسطاء ومسلمين بنصرتهم بالدعاء لهم والتضرع في جوف الليل وفي الصباح وفي صلواتكم. فاللهم انصر إخواننا في بورما، آمين. اللهم ثبت إخواننا في بورما، آمين. اللهم أيد إخواننا في بورما، آمين. اللهم يا مرسل السحاب، آمين. يا هازم الأحزاب، آمين. يا من عز جاهه، آمين. وجل ثناؤه، آمين. وتقدست أسماؤه، آمين. انصر إخواننا في بورما، آمين. وفي كل مكان، آمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا، آمين. ونصيرا، آمين. حين قل المعين، آمين. وعز النصير. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.